سوق العمل ما تهتمش بشنو عندك من معارف، وانما تهتم بشنو تقدر تنتج بها. اذا اختيار مهنه المستقبل خصو يكون مبني على هذا الاساس. لهذا تنلقنوا في المؤسسه السمعي البصري والفنون الرقميه. بالاضافه الى انها وسائل تعبير وتغيير، فمهن هذه الميادين ممتعه ومربحه في نفس الوقت، لان انتاجاتها تتعرف اقبال شديد بمنافسه شبه منعدمه، وكذلك لان اي قطاع ما يمكنش يشتغل الا باللجوء لاصحاب هذه المهن. هذه المشاهد مثلا جزء من اعمالنا التطبيقيه في المؤسسه، الشيء اللي تأهل التخصص في ميدان السينما وصناعه الافلام على الأصعدة المعرفية، التقنية والفنية. مقررنا في التصميم والتحريك ثلاثي الأبعاد جد متطور ومواكب لسوق العمل على الصعيد الدولي، بالإضافة إلى الصحافة والإعلام، البرمجة وتصميم الألعاب والمواقع الإلكترونية مع دعم في اللغات الأجنبية. هادشي كله بمنهج أكاديمي ومحصن بالدبلوم معتمد من طرف الدولة.